مثلا الحكومه بتيجي بتنظم وبتشيل الحاجات اللي هي الزياده بتاع الازاله، وكانت سايبه ناس بتشتغل وناس كده، فهم حدفوا على الحكومه ازاز وبلوتوف وكده، والحكومه اتصدت ليهم وخدت منهم بعض اشخاص، وبعض اشخاص جريوا. انما البياعين اللي هي حول الله يعني حرام ان هم يتشالوا من مكان، ما لهمش مكان تاني عشان يشتغلوا فيه. باب رزق، هيطلع البياع من هنا هيمشوا هيفرش تاني البياع، ما هياكل منين؟ ما مش هيعرف يسرق هيبيع تاني، هي دي شغلته يا بنت. انما لو ادوا له مكان زي الناس في بلاد دخلوا ادوهم اماكن سدوا الترعه وعملوا باكيات وادوهم وبيدفعوا اجارات وبتاع وخير حلو مش وحش زي اللي عملوه في بلاد، يعملوه في اي ارض اللي هو حي العجوزه. ما بيعملش زي بيت زي حي الدقي زي حي العجوزه زي حفلة الا حي العجوزه ده لوحده. وحضرتك عندك محل هنا؟ انا ليا باترينا هنا، مكانها هنا، خليتها الحكومه بالبضاعه اللي فيها. تمام. الرصيف فوق حوالي متر في ربع، خدوها وخدوا البضاعه وخدوا كل حاجه، اديني واقف عندي 9 عيال اكلهم منين؟ الحي يصرف عليهم ولا الدوله هتطلع لي فلوس؟ ولا انا ليا معاش؟ ولا انا موظف حكومه؟ ولا ليا ملك؟ ماليش اي حاجه الا الباترينا اللي باكل عليها عيش، بجيب رزق عيالي يوم بيوم وبحط. يا ابو سعيد اه حاضر يا تولي يا شباب